صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحد الفلكيين في أحد الصحف إنه سوف تهطل أمطار على المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية هذه الأيام، فهل هذا من ادعاء علم الغيب؟ وهل نزل شيء من المطر؟ أو ما بعد يوعده للهبوط؟ هذا من الافتراء على الله والكذب وادعاء علم الغيب. لا يعلم متى نزال المطر وأين ينزل إلا الله جل وعلا، فلا يجوز الكلام هذا. نعم.